أنا متحمسة جداً للقاء لجنة التحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جمانة، أهلا وسهلا. ما هي الشخصية التي انتقيتيها؟ راسكولنيكوف من كتاب الجريمة والعقاب. تفضلي. اعتقد في أول الأمر أنه فقد عقله، وها هي رعشة باردة تجري في جسده. كان كل شيء ينام نوما عميقا. رباه، ماذا فعلت؟ راسكولنيكوف، الجريمة والعقاب. تمثل شخصية راسكولنيكوف شخصية مليئة بالتعقيدات، بالخير، شخصية تحمل في داخلها أسمى المثل إلى جانب أحط الدناءات، شخصية تحمل في داخلها الرغبة في تحقيق العدالة، وتحمل في داخلها قوة تنفيذ جريمة. جمانة، تحبين الطبيعة؟ أحب الطبيعة جدا. وتعتنين بالأزهار وبالنباتات وتعطيها أسماء، وأنا ظننت أنني سأقرأ عن رواية رومانسية. وضعت نفسك في مأزق على فكرة. ما هو الشيء الذي يجمع بينك وبين هذه الشخصية؟ الإنسان لا يصل إلى الحقيقة إلا عندما يخطئ. نحن ناس لأننا نخطئ. خطأ بحجم الجريمة؟ أخطأ، ولكنه خطأ في النهاية. أنت متعاطفة مع الشخصية؟ أنا لست متعاطفة، ولكنني أتفهم الشخصية. ما أقدر أحكم إذا أقنعت لجنة التحكيم باختياري أو لا. أنا كنت حابة أسألها من اللي اختار لها الكتاب؟ الفلسفي والأخلاقي لشخصية راسكولنيكوف هذه مسألة معقدة. نعم، أنا مقتنعة بهذا الاختيار وهذا يكفي. بالتوفيق إن شاء الله.